اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء. متابعي قناه شوف تي في، كيف كتابعوا معنا الوقايه تحاول السيطره على الحريق. متابعي قناه شوف تي في، الوقايه سيطرت على الحريق الذي شن في مطعم لبناني شهير، كيف كتابعوا معنا متابعي قناة شوف تي في. الحمد لله الوقاية قدرات أنها تسيطر على الحريق الذي شن في مطعم لبناني شهير بشارع السقروني مدينة الدار البيضاء، يعني معروفة بالمطعم هذا. تحقق معالي في الكوزينة. الآن الوقاية حاولت السيطرة على هذا الحريق، كتبوا معنا مباشرة عبر قناة الوقاية. كيف كتبوا معنا الوقاية سيطرت بشكل كلي على الحريق اللي كاين هنايا في شارع الزقر بمطعم لبناني شهير. الحمد لله الوقاية تدخل ناجي باش انها تقدر تطفي النيران اللي كانت شاعلة في الكوزينة، يعني لولا تدخل الوقاية كما نشوفوا النيران شعلات في المقهى. يعني الحمد لله قدرات انها تدخل بشكل عاجل. إذا متابعينا تتابعوا معنا، الحمد لله الوقاية المدنية قدرات أنها تسيطر على هذا الحريق اللي كاين هنا في هذا المطعم اللبناني الشهير، مطعم للمأكولات اللي تحققت من الكوزينة ديالهم. الوقاية تدخلت بشكل فوري لإطفاء النيران، يعني لولا التدخل ديالها فكنا نشوفوا الحريق مشى كل شيء. الحمد لله شاشي باس للناس اللي خدامين فيه، والحمد لله ما كاينينش خسائر بشرية، هذا هو الأهم. ما كاينينش ناس اللي يتخنقوا، يعني هذا هو الأهم. بطبيعة الحال الوقاية بطبيعة الحال هو البلاد منهم الوقاية بطبيعة الحال، وما قدروا أنهم يسيطروا على هذا النيران في الكوزينة ديال هذا المطعم الشهير اللي معروف بشكل كبير في شارع الزرقطوني بمدينة الدار البيضاء. الحمد لله برافو عليهم، قدروا انهم يجيو بسرعه اللي التهبت الكوزينه ديال مطعم معروف وشهير. اكيد المطاعم دائما عرضه لمثل هذه الاشياء في الكوزينه، لانها في اي لحظه ما يستخدم فيها شي حاجه، لكن الحمد لله كان تدخل عاجل وتدخل فوري من الوقايه لاطفاء هذه النيران. لو تاخروا فكنا نقدروا نشوفوا الله يسر العافيه نشرات في جميع جميع المطعم. الحمد لله ما كاينينش خسائر بطبيعة الحال، هذا هو الأهم. الخسائر المادية إن شاء الله يعوضها ربي، ولكن الخسائر البشرية هي الأهم. الحمد لله ما كاين المطعم الشهير اللي تحرق هاد الصباح هذا، يعني حوالي 11:30 بحال هكاك. الحمد لله سيطرت الوقاية بشكل كلي على النيران اللي التهبات الكوزينة ديال هذا المطعم الشهير اللي كاين في شارع الزقطوني حدا بورغوني، يعني شارع اللي معروف بشكل كبير اللي كاينين هنايا، لانه جا بلاصة اللي متميزة. اذا متابعي قناة شوف تي في، شكرا، تتبعكم هذا البث، وصلنا الى اللقاء.